نتائج متوقعة أفرزتها صناديق الاقتراع على مشروع تعديل الدستور حسب الأحزاب المؤيدة له، باستثناء ضعف نسبة المشاركة التي تنم عن غياب الثقة بين المواطن والسلطة حسبها. كنا نقول باللي نعم راح تغلب بأكثر من 65% تقريبا نسبة تحرنا فيها، يبقى الآن النسبة تاع المشاركة هي ضعيفة، وهذا يؤكد شيئا هو أن كانت كاينة شفافية في التعامل مع هذه الانتخابات. نسبة المشاركة هي نسبة ضعيفة جدا بطبيعة الحال، رغم الظروف الصحية التي لا يمكن أن تكون هي الشماعة، لكن نظن بأن هذه النسبة توضح شيء مهم جدا، وهو أن الثقة لم تعد بعد إلى الشعب الجزائري. مشروع دستور يصوت عليه 3 ملايين ناخب من أصل 24 مليون، يعد في نظر الأحزاب المعارضة له غير توافقي. ورغم أن القانون الجزائري لا يحدد السقف الذي يمرر به الدستور، فمن الناحية الأخلاقية والسياسية الأصل أن على الدستور أن يمرر على الأقل بنسبة الأغلبية البسيطة، بنسبة 50% زائد 1. وحجم الرفض بمختلف أنواعه، سواء المصوتون بلا أو المقاطعون، هذه على كل حال من شأنها أن تفقد هذا الدستور المصداقية وتنقص من الشرعية السياسية والشرعية الشعبية. وإذا كان الدستور يمثل عقدا قانونيا واجتماعيا وسياسيا ساميا بين الحاكم والمحكوم، يفترض فيه أن يكون محل إجماع واسع وتوافق وطني، فهل ستفرز نسبة المقاطعة في ظل الإجماع على ضعف نسبة المشاركة عقدة الشرعية؟